الحكيمان حاضرا خلف هذه الكرة بعيدة تماما. أول تهديد التنشيط الهجومي ثم أشرف حكيمي على الجهة اليمنى. ولو أن مباراة جيدة طبعا لما أقول مباراة جيدة معنى الانتصار. اتبع براسية نايف أكلت ماذا يفعل نايف جزاء مراقبة رجل لرجل كرة مرفوعة وياسين يربح لا يتغير وتقريبا بنسبة مئوية تكري عملية تمويه رائعة. فضل لعبة لحكيم زياش وشباك يلعب الكرة لزياش وزياش وبعيدة بعيدة تماما بعيدة تماما كان فيها أيمن برقوق حتى مباشرة لحكيمي العرضية حتى الكرة للخلف مباشرة للومبير المدافع لازالت مغربية هنا الكنترول رائع ويوسف انصيري ولازالت صعبة ولازالت صعبة ياسين وياسين برافو ردت من منطقة جزاء افريقيا الوسطى كل ما صعوبات المهمة مرابط في كتف واما يسعد تنفيذ للركنية في القائمة الأولى يسرى فوكسي يرفع للقائمة الثاني برافو سيس النتائج تجي كذلك مع عملية التحية من السلام من بعضك بعضك يحاول لكن يغطي يتم توظيفه اليوم كظهير أيسر ولكن يتحول القائمة الثانية عالية عالية جدا وسامي ماي ونزلت الفرصة كرة خاطئة فرصة الآن فرصة الآن فرصة العرضية لعب الضربة الحرة أمامية لمن متابعة بالرأس من عود ثلاثية الدفاع هنا مرفوع الكرة غربي أنا نشاهد حارس مرمى من قيمة ياسين وبعيدة التغيير على مستوى الإدارة الفنية بمجيء وبعودة نادي إشبيلية سفيان مرابط يستخلص هذه الكرة مرة أخرى كذلك مع نايف أكرد استخلاص هذه الكرة نايف يتركها مخاطرة تمشي كرة الجهة اليسرى سايس سايس يلعبها أمامية علاقة الجهة اليسرى ممتاز حكيم يلحق الكرة صعب صعب جدا صعب رغم ذلك لحق بالكرة الحكم يقول لا جالي الخلف زياش وزياش ممتاز هذه اوه ثقة من طرف تونا محور الدفاع ذلك هذا التبع 76 سامي ماي يستلم هذه الكرة لمن يا سامي يلعبها في العالم اليمنى سفيان مرابط يراقب الكرة تمشي أمامية طونا في الوسط هذه المرة مع اللاعب السليف أمامية في العمق محفوظة سيس في الاستلام سيس صعب صعب زياش يلعب الكرة طولية أمامية في اتجاه لعب حقا من الجهة اليسرى دونالدو مر دونالدو خطيرة امشي بها ممتاز عملية واحد اثنين وفي تدخل وفي تدخل بتهور هنا الحرب حكيم زياش إذا حكيم زياش يرفع هذه الكرة جول المغربي مشاهدينا الكرام يا سلام على روعة اللمسة منك يا زياش والمتابعة بعد ذلك من نايف أعتقد أن زياش هو من سدد مباشرة زياش هو من سجل كما ترى يا زياش الحكيم نعم كان حكيما في اللقطة الماضية يا سلام التسديد مباشرة تزور الشباك منتخب افريقيا الوسطى يا رعاية مرة أخرى نمشي هناك على جهة الأسرة حكيم زياش نعم يسجل هدف المغرب ولن يوسف العربي اليوم في الاحتياط كرة هناك على جهة اليمنى ناحية لعب زياش الركنية للقائمة الثانية والرأسية لكن بعيدة تماما مباشرة إلى ضربة مرمى يقوم يوسف أنصيري بدون ظاهرين وأنا لا ألوم سيس في الجهة اليسرى أنت الأول أنت الأول يا نايف أنت الأول يا نايف مرابط الكرة ترجع مرة أخرى لمنتخب إفريقيا الوسطى حراسة المرمى عصام شباك نايف أكرد جواد اليميق الذي أخذ مكان تنفيذ دونالد يرفع الكرة الرأسية ياسين يضغط تمشي كرة هناك على الجهة اليمنى إن شاء الله هذا الثنائي يظهر ب 19 بمصر نرجع مرة أخرى لشهر يناير ابتداء آخر يستحق أن يأخذ مكانته ويستحق بعد الدقائق ما يحسب لي الكاميرون أنه في هذه الفترة تشييد الملاعب وتهيئة الملاعب ملاعب المنتخب المغربي فهو سينتظر حتى الكلام على نايف أكرد وكذلك جواد اليميق الكرة الدفاعي والأبكى وسط ميدان دفاعي لما كان حاضر مع فريق نسبة 99% المنتخب المغربي في حكم ولكن حكيمي أين هو تمشي كرة سيس يحاول تعرف الأداء لأنه ما أحوجنا للاعب خاصة في مركز الظهير الأيسر دعونا نتابع هذه الضربة الحرة الجانبية لفائدة منتخب
والتراجع، كرة في وسط الميدان سي شيمر بطريقة رائعة زياد اليمنى لعناصر الإفريقي الوسطى الذي يحاول ضغط الفعالية في الربط بين الدفاع وخط وسط الميدان. وفيها جول يوسف انصاري بعيدة تماما عن وسط الميدان. طبعا اللاعب اللي انطلق في هولندا وتألق في هولندا مع النادي، هنا انطلاقة من يوسف انصاري والأرقام الفردية هناك في الدوري الهولندي. الكرة العرضية والمتلعب زياش يرفع داخل منطقة الجزاء الراسية خطيرة. الثاني وتعرق لمسة واحدة زياش ينطلق زياش ويقول شباك مروا على شباك ولكن موجود المرابط. يا سلام المرابط يقوم لك بتأمين المنطقة الدفاعية لما يعجز البطولة الوطنية. ونحن نتابع هذه الفرصة في لعب في البطولة حتى نصير يرجع للخلف تلعب هذه الكرة بعيدة تماما على مرمى الحارس ياسين بونو. تخير يا واحد يا خليلوزيتش تلعب هذه العرضية لكن لامبات في عائق كبير الإصابات العضلية كثرة المباريات مع الأندية مع المنتخبات. فاصلة بعد دوري المجموعات تغير. تلعب هذه الضربة الحرة مرفوعة الكرة يوسف انصاري كاد يفعلها. أجرد يمشي بالكرة لمن نزل الضغط يوسف انصيري وزياش انصيري. هنا هذه المباراة تمشي كرة لزياش، زياش يلعب ليوسف انصيري، انصيري مغربية فرصة الآن وفرصة وسط الميدان. ينطلق اللاعب ايمن برقوق يسدد في الركليان او لمارك دونالد يغطي عليه عصام شباك ودونالد خطيرة نايف اكرد مروا عليك مرة اخرى. قبل ذلك زياش يلعب للركنية رومبات التي تواجد فيها عصام شباك. الكرة بينية يلا يا ميق العودة من وضعية التسلل العودة يتابع الكرة الثانية لأحد فقط ترك المجال للتسديد صعبة الكرة صعبة لمن ناحية تلعب نايف أكرد يمشي بها للأمام. فالمنتخب المغربي اليوم لعب بدون فعالية على مصر أخرى قصيرة تعرفت مع حكيمي ممتازة وبين في هذه اللحظات ترفع هذه الكرة ياسين بونو عندك ياسين عندي ونازلت عندك أنصير يوسف ركلية جهة اليسرى رد بالك يا شباك وأداء كبير تمشي كرة هناك على الجهة اليمنى والرأسية بعيدة تماما عن المرمى. الحرب زياش يلا زياش والثاني جول أخيرا يوسف انصيري نعم يجي الطريق نحو المرمى. الجول الثاني وحيد يا خليلوزيتش ختام ومسك نعم هدف ثاني في الوقت البدل الضايع عن طريق اللاعب يوسف انصيري. هاي الإعادة المرابط حط الكرة بشكل رائع زياش والهربة من الجهة اليمنى زياش والأسيست التمرير الحاسمة وانصيري في طبق من ذهب حطها في الشباك.